الحقيقه اللي قالت ثلاث احتمالات، انا تقريبا متفق مع الاحتمال الاول والثاني. هو هناك ثوره شعبيه ممكن الانتظار فيها، وانا اقول لك التيار الصدري سوف يزج بكل طاقاته، ليس كثوره للتيار الصدري، اقول لك اياها كثوره عراقيه كبرى للاطاحه، ليس فقط بهذه الطغمه الفاسده، وانما ثوره تحرر وطني، نتحرر من 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 الاحتلال الامريكي الغاشم ومن الاحتلال الايراني الولائي. لذلك انا لما اقول ثوره اقصد تحقيق الحريه والاستقلال للعراق. هذا اللي اريده، مو اريده انه عباره عن مجموعه اوباش جاءت بهم امريكا من 20 سنه يحكمون العراق وما يعرفون يديرون مدرسه ابتدائيه، الكل ما يعرفون يديرون. لذلك اشوف قبل هاي الثوره اكو ازمه داخليه، داخليه بداخل الاطار التنسيقي، واكو ازمه ايضا البعض يحكي عنها يقول حتى داخل الفصائل، بالتالي هذه ممكن الى انه ان تزيح السوداني هسه من منصبه، بالتالي لما يشوفون المصالح بعد ما راح ممكن ان تتنفذ تشيله من منصبه، لو ممكن مثلا هو ينقلب عليهم مثل ما قال السيد استاذ الساعدي، لو ممكن ان يحل الموضوع هو ايرانيا وامريكيا. هذا الاحتمال الثالث انا اختلف مع الاخ الساعدي، لانه السوداني لا يجرؤ على هذا، لو كان شجاع كان ممكن يسويها من اول ايام، يرفض ترشيحات الولائيين، يعني لما يجيب لي يعني زعاطيط يخليهم بوزارة التعليم العالي، أنا شكل أسميها بس احنا نتحفظ عليها يعني مهنيا، اتحفظ على راحتك. أنا اللي أقول، أنا مسؤول عن كلامي هذا، أنا رجل تعليم عالي، يجيب لي واحد ما عنده شهادة، مدور شهادته ببيروت وجاي خاله وزير تعليم عالي، هذه إهانة للتعليم العالي.